لماذا تجعل الخواتم أصبعك أخضر؟ هل تساءلت يوما لماذا يتحول لون أصابعنا للأخضر في المكان الذي نضع فيه الخاتم؟ أو هل سمعت تلك المقولة من شخص ما؟ السبب في ذلك يعود لطبيعة المعدن المصنوع منه الخاتم. وإليك نظرة على ما يحدث. عندما يحول الخاتم أصبعك إلى الأخضر فإن ذلك إما بسبب تفاعل كيميائي بين الأحماض في جلدك ومعدن الحلقة، أو تفاعل المعدن مع مادة أخرى على يدك. هناك العديد من المعادن التي تتأكسد أو تتفاعل مع بشرتك لإنتاج لون. يمكنك الحصول على حلقة خضراء اللون ملحوظة حول أصبعك من ارتداء خاتم مصنوع من النحاس، بعض الخواتم من النحاس النقي، في حين أن البعض الآخر لديه طلاء من معدن آخر على النحاس. اللون الأخضر المشترك ليس ضارا في حد ذاته، على الرغم من أن بعض الناس أصيبوا بطفح أو حكة أو حساسية. المسبب الرئيسي المشترك هو الفضة التي توجد في المجوهرات الاسترليني والفضة وطلاء المجوهرات غير المكلفة. فوجود الأحماض تسبب أكسدة الفضة والتي تنتج تشويها. تشويه يمكن أن يترك حلقة مظلمة على أصبعك. إن كنت حساسا للمعادن قد ترى تلونا من ارتداء حلقة تحتوي على النيكل. على الأرجح أن هذا سيكون حلقة حمراء ويمكن أن تترافق مع التهابات. كيفية تجنب الحصول على أصبع أخضر عند ارتداء الخواتم؟ حتى الفضة والذهب والمجوهرات يمكن أن تنتج تلونا. لذلك النصيحة لتجنب الأصبع الأخضر ليست بسيطة بمجرد تجنب المجوهرات الرخيصة، ومع ذلك بعض المعادن أقل عرضة للتحول الأخضر من غيرها. سيقلل استعمالك الصابون والمستحضرات وغيرها من المواد الكيميائية بعيدا عن الخاتم الخاص بك. سيقلل كثيرا من فرصة أي خاتم من جعل أصبعك أخضر، وستقلل ذلك أيضا إزالة الخواتم الخاصة بك قبل الاستحمام أو السباحة، وخاصة في المياه المالحة. يقوم بعض الناس بطلاء البوليمير على حلقاتهم لتكون بمثابة حاجز بين بشرتهم والمعادن. طلاء الأظافر هو أحد الخيارات الجيدة لمنع تفاعل الخواتم مع جلدك.